السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة سي واي اس 232. بداية أطلب من الجميع تسجيل اسمه مع الرقم الجامعي. المرة السابقة سوينا عملية الضرب ل two binomials وكان بتذكر البنوميال جي 2 to the power 5 كان 2 to the power 8 نعم gf 2 to the power 8 وحكينا لما نضرب 2 binomials كيف ممكن نسويها برمجيا بالكمبيوتر فأخذنا هذه الطريقة. الآن في طريقة أخرى راح نبدأ فيها اليوم. فقبل لا أبدأ في أي سؤال ما بعرف إذا كنتوا أنتوا درستوا أو حضرتوا ما أخذ سابقا. هاي الكتاب اللي حطته كتابتر بين يديكم في بعض الأخطاء تم تعديلها. فهنا لما تلاقي بالنسبة لهذا الاكزامبلز اللي راح نشرح عنه هتلاقي اني عامل كروس هنا فهي 1-1 بالاخر ونفس الاشي الثاني. هلا بنشوف احنا شو التعديلات بالسلايدز ونفس الاشي بتنعكس على الكتاب. طبعا الكتاب اللي بين ايديك اذا بدك تقرأ منه بحكي لك نقوم بعملية ضرب نفس البولينوميالز السابقة هذه تو بولينوميالز P1 حيث P1 تساوي X أس 5 بلس X تربيع بلس X باي البولينوميال X أس 7 زائدا X أس 4 زائدا X أس 3 زائد 2 X أس 2 زائد X والريديوس البولينوميال هنا بهذه الحالة 8 4 3 1 and 0 اللي هي إيش X أس 8 X أس 4 و X أس 3 زائد X أس زائد X زائد 1 using the هلا بدنا نتعامل مع البت ريبريزنتيشن هذه. اذا انا حطيت البولينوميال الاولى بهذه الصيغه اللي هي x اس 5 زائد x اس 2 زائد x وهذه اللي هي x اس 7 زائدا 7 6 5 زائد x اس 5 زائد x اس 4 زائد x اس 3 زائد x اس 2 هذول ضربناهم ببعض والريديوسبل بولينوميال كانت x اس 8 x اس 4 x اس 3 x زائد 1. هلا هنا بالكتاب حطيتها هاي صفر هاي خطأ هي المفروض تكون 1. ليش؟ لانه المودلس هنا اذا بتطلع الريديوسبل بولينوميال بينتهي بواحد بينتهي بواحد زائد 1 اللي هي x اس 0. فعشان هيك هذا اللي موجود بالكتاب كان حاطط لي اياها حاططها للاسف هاي الريديوسر بينوميال هذه المفروض تكون اخر شيء واحد المفروض تكون اخر شيء واحد يعني هذه تتغير قيمتها الى 100011011 وعلى اساس كل البقيه هون هاي بيستخدم هذا الريديوسر بينوميال المفروض تكون هذه. اوكي هنشوف ليش هو حذف اول اخر اول 1 من اليسار. طيب الان عشان اقوم بعمليه الضرب هنتبع نفس الخطوات اللي اتبعناها هون بس هنتعامل مع بيت ريبريزنتيشن. يعني المقصود فيها انه انا لاحظ لما انا بدي اضرب باكس هذه وكاني عملت شيفت ليفت الى اليسار 1 بت يعني اكس اس اكس في اكس اس 7 هتصير اكس اس 8 وكانك يعني عملت حركت هذه كلها لليسار هتصير اكس اس 8 اكس اس 5 اكس اس 4 اكس اس 3 اكس تربيع يعني كانك حركتهم خطوه لليسار. تعال خلينا نشوف كيف ايش المقصود. يعني هلا هذه الاكس اس 7 لي 1 0 0 هاي 6 5 1 اكس اس 4 اكس اس 3 اكس اس 2 و
زيرو عفوا هاي سوري نمحي هاي ثاني مرة ثانية اكتبها. إذن هذه 1 7 6 5 0 0 4 3 2 1 وآخر شيء صفر. هلا هذه لما أضربها بإكس كأني حركتهم للجهة اليسار، يعني صارت إكس أس 8 إكس أس 5 إكس أس 4 إكس أس 3 إكس أس 2. هلا هاي إكس أس 1 اللي هي ضلها صفر، وهي بتيجي صفر هنا. إذا أنا كأني حركتها إلى اليسار، شفت 1 بت. أوكي، فهو اللي بيحكي لك بدل ما أنت تعمل هاي العملية خلاص اعمل إكس شيفت ليفت. إذا في كل مرة بتعمل شيفت ليفت 1 بت، شيفت ليفت 1 بت، فهنحلها بالطريقة التالية. إذا هاي الخطوات، بعمل شيفت ليفت. If the most significant bit of the previous result is a zero، بس بتعمل just shift left to the left، shift left مرة واحدة. أما إذا كانت the most significant bit is one، بهاي الحالة بتعمل shift وبتعمل exclusive OR مع reducible binomial. هذا اللي بدي أحكي لك إياه. يعني هنا بالمثال هاي بدك تضرب هذه بهذه على هذا الريديوسبل بينوميال، لاحظ اخر بت هي تساوي 1 من اليسار، اخر بت بيساوي 1 من اليسار طبعا، واخر بت من هنا من اليمين تساوي 1. خليني اعدلها اكتبها هي، يعني المفروض تكون بهذا الشكل. بس بهذه القيمة. طيب الآن احنا حكينا من حطينا الضارب والمضروب، فالضارب خلينا عدد البيتس اللي هي آخر بيت بدها تكون 1 على الموقع الخامس، فعشان هيك راح أسي 5 لوبس. والمضروب هذا بخليه هو اللي بدي أستخدمه بالتيبل اللي بدي أجري عليه العمليات. هلا بحكي لك إذا كانت آخر بت من المضروب هذا، نتيجة المضروب هذه تساوي 1، فإذا أنا شو راح أسوي؟ راح أعمل شيفت ليفت زائدا إني أعمل إكس أور مع الريديوسبل بينوميال اللي هي هاي. ركزوا معي شوي بس. طبعا هنا نفس الجدول السابق، إكس أس 0 إكس أس 1 إكس أس 2، يعني كأنك أنت بتعمل ضرب بإكس في كل مرة. الآن شو اللي صاير معي هنا؟ هذه الواحد أنا مش حاططها. ليش مش حاططها؟ لأنه أنا بس فقط بدي 8 بيتس. فهنا لما أنا عملت شيفت ليفت النتيجة بديها 8 بيتس، يعني هنا في واحد مخفية هي. هي أهملتها أنا. اللي هي كانت هنا وحركناها فصارت 9 بيتس. هذا لما تيجي تعملها إكس أور هاي 9 بيتس مع ريديوسبل بينوميال اللي هي هذه، احنا اصلا اخر بت منا شيلها، فعشان هيك هو اختصر على حاله قال لك اخر بت منا شيلها بنشيلها. فلذلك هذا الريديوس هاي الريديوسبل بينوميال بس مش ظاهره اخر بت من اليسار. ليش هاي راحت؟ هاي مع هاي راحت، ما فيش داعي لها، بنبقي 8 بتس. وضحت يعني الفكره انه هون في بتس مش شايفينها احنا او مش ناشيه لانه 8 بتس. هلا هذا لما تيجي تعملها شيفت ليفت الى اليسار هيظهروا عندي 9 بتس، والست 9 بت اخر بت فيها من اليسار هي 1. هذه راح تنعملها اكس اور مع هذه، طبعا هاي 1 هنا هاي ال1، هاي ال1 بتروح مع هذه ال1. فعشان هيك هو اختصر الموضوع وقال لك ما بدي اياها، عشان هيك هو اختصر الموضوع حكى ما بدي اياها. اذا انا شو سويت؟ عملت اكس اور هذا الباترن اخر بت احنا حكينا هنا، وفيها ايش قلنا؟ هاي بنغيرها بتصير 1.
فنرجع احنا للسلايدات عشان نشوف هذا الحكي. السلايدات تم التعديل بشكل صحيح. اذا هنا بهذا حطينا المضروب وعملنا له شيفت ليفت الى اليسار 1 بت. هسه هذه ال 1 بتروح، وبعمل اكس اور مع النتيجه هذه مع الريديسبل بالنوميال مع استثناء اخر بت هذه، عفوا هذا انا بحكي عن هذا، مع استثناء اخر بت هذه. يعني اللي حطيناها هنا بريديسبل بالنوميال هي هاي 3011011 اكس اور مع بعض بيعطيني هاي النتيجه. اوكي، هاي النتيجه تنتقل لهنا. بس طبعا انا بدي اسال نفسي هل اخر بت، طبعا ما خلصناش اللوب، هاي احنا باول لوب بعدنا، اخر بت هنا زيرو، معناته بس فقط بعمل شيفت ليفت، فهي هاي صارت شيفت ليفت. اذا شيفت ليفت، هلا شيفت ليفت بتروح لهنا اكسكلوسيف اور مع نثينج، مش راح اعمل اكسكلوسيف اور، فبتبقى النتيجه كما هي. هلا هذه اخر بت تساوي زيرو، فاذا بس فقط بعمل شيفت ليفت ثم بنقلها الى هنا. هذا اخر، هلا هذه طبعا ما خلصناش اللوب، احنا بنلف خمس مرات، لانه هنا 1 2 3 4 5 6 اخر بت هنا اللي هي اكس اس 5، فهيكون عندي اللف ثلاث مرات، خمس مرات عند لما اوصل لعمليه اني اضرب بالاكس خمس مرات. اوكي، لما تضرب اكس خمس مرات، هاي ضربتها باكس وهي ضربتها باكس وهي ضربتها باكس، يعني كانك وصلت لاكس اس 5. طيب هلا احنا وصلنا لهذه النقطه، اخر بت من اليسار هي 1. اذا شو اللي راح يصير هلا بالخطوه اللي بعديها؟ راح يصير شيفت ليفت زائد اكس اور. لما انا عملت شيفت ليفت هتطلع هاي النتيجه مع اهمال اخر بت، اهملته، هذه اكس اور مع هذولا مع اهمال اخر بت ايضا، هيعطيني هذه النتيجه. اذا هذه النتيجه الان احنا صرنا مسويين اربع مراحل. اذا المرحله الاخيره الان هذه بحركها لليسار خطوه واحده شيفت ليفت، طبعا لانها هاي قيمتها صفر فمش راح اعمل اكسور. الان خلصت اللوبس، خلصت اللوبس. بما انه خلصت اللوب بدي اعمل عمليه اكس اور للنتائج، بس اني فيهم نتائج اللي بتظهر فيها 1 بالبولينوميال 1 اللي هي الاكس والاكس تربيع والاكس اس 5. وين موجوده هاي الاكس؟ هي هون الاكس تربيع والاكس اس 5، بجيب نتائجهم هذولا بعملهم اكس اور مع بعض فبتعطيني هاي النتيجة، وهذا هو الجواب. اذا هذه الجواب اللي هي تمثل، اذا بتتذكروا شو حكيت، طلعت معي الجواب انا لما تضرب التو بولينوميال طلعت معي اكس اس 5، هاي 5 طبعا، هاي 7 6 5 4 مش موجودة، اكس زائد اكس اس 3 زائد اكس تربيع زائد اكس زائد 1، واللي احنا قمنا بحلها شوفوا هاي اكس اس 5. نرجع اذكركم هاي نتيجه ضرب البولينوميال، هي هنا لما ضربنا البولينوميالز ببعض، لا هي هنا لورا، ايوه هاي النتيجة لما ضربناهم ببعض طلعت معي هاي النتيجة اللي هي اكس اس 5 زائد اكس اس 3 زائد اكس تربيع زائد اكس زائد 1. ولي الخطوة اللي طبقناها، قلنا بنجرب او بنعمل فكرة باستخدام ما هو سماها efficient algorithm لعملية ضرب تو بولينوميالز، و او استخدم البيت باترنز اللي هي هذه. أتمنى أنها تكون واضحة. في أي سؤال؟ يعني هذه بدأ التمرين، تتمرن تتدرب
الريديوسبل بالبينوميال اللي احنا بنعطيك اياه وعلى اساسها بتحل المساله. يعني اذا انا اعطيتك ريديوسبل طبعا الثمانيه لها اكثر من ريديوسبل بالبينوميال، الديجري ثمانيه، فانا ممكن ما اعطيكش نفس هذا الريديوسبل بالبينوميال. المقصود انه انت بدك تعرف كيف طريقه الحل وتحل على اساسها على هذا النمط. يعني التيبلز هذا ما راح يكون نفسه لما استخدم ريديوسبل بالبينوميال الثاني. في اي سؤال؟ الكل فاهم اللي شرحته الآن؟ طيب ننتقل حكينا طبعا بهذا المثال بيحكي بده يشرح على موضوع ثاني. فهو استخدم بهذا المثال reducible polynomial، عفوا مش reducible polynomial، glorious field to the power 3. ف glorious field to the power 3 حكينا احنا سابقا اللي هي بتمثل 3 بيتس، 3 بيتس يعني 8 حالات. والمثال اللي حليناه هنا كان 8 بيتس 2 to the power 8، glorious field to the power 8. الآن بدنا حكي لك، لو فرضنا إنه بدنا نستخدم الـ glorious field to the power 3 حيث إنه يملك ثمانية elements، we use a reducible واستخدمنا reducible polynomial اللي هي x تكعيب زائد x تربيع زائد واحد. طيب and show the additions and multiplications table. بدنا نشوف addition and multiplication table بالنسبة لهذا glorious field the 2 to the power 3. طبعا هو بدي يحل المسألة بطريقة أخرى، وهسا بنشوف شو قصده. بس قبل لا أدخل في هذه المسألة بدي أذكركم امتحاننا متى. شباب صبايا متى الامتحان؟ 29 دكتور. 29 إن شاء الله، 29 بتأكدين؟ 29 إن شاء الله. طيب أطلب من الحضور كلياتهم يكتب لي 29 عشان أشوف مين معي ومين مش معي. كل اللي موجودين معي يكتب 29. أكتم عبد الله كتب من الأساس، بس الجميع أطلب أنكم تستجيبوا، أكتبوا الرقم 29. الهدف منها أعرف مين اللي بتابع معي بس. أوكي، عموما هذا بتسجل عندي بالشات وبراجعه بعدين، يعني بيبين معي التايم اللي كتب فيه الرقم 29 وبانه متابع وفاهم معي شو بشرح بالمحاضره ان شاء الله. طيب انا كمان شغله ثانيه بدي اطلبها منكم، انه ترجعوا تتابعوا المحاضرات مره ثانيه وتشوف اذا في عندك اي استفسارات قبل ان نوصل لمرحله الامتحان، لانه اتوقع من بدايه الاسبوع الجاي بجوز الامور تكون في ضغط على المدرسين وبكتابة الامتحان، فراح يكون يعني ما يعملش ريسبونس سريع ليلك. طيب في الآن خلينا نرجع لموضوعنا. هو بدنا نوجد المالتيبليكيشن تيبل والاديتيف تيبل للجلوريوس فيد تو ذا باور 3. فبالنسبة لعملية الجمع بكل بساطة هي اكس اور، يعني باجي اقول لك والله انا بدي احطها على شكل بت 0000001010 الى 111. بتتذكروا انه الزيرو قيمتها زيرو وال1 قيمتها 1 وال2 هنا تمثل قيمه اكس وال3 هذه تمثل اكس بلس 1 وال4 تمثل اكس تربيع، تتذكروا؟ ويعني طبعا كيف انا ممكن احسبها، بدي ارجع اذكركم، لو قلت 101
هي هاي اكس اس 0 وهذه معامل اكس اس 1 وهذه معامل اكس اس 2، وكأنك بتحكي 1 في اكس اس 0 ف 1 في 1 اذا 1 زائدا 0 في اكس اس 1 راحت 1 في اكس اس 2 اذا زائد اكس اس 2 فال 101 هي اكس اس 2 زائد 1 اللي هي هذه 101 كيف اجت الاكس 2 زائد 1. طيب هلا احنا لما نجي نحكي اديتيف فهي اكس اور 101 مثلا مع 010 بيطلع عندي جواب 111 101 اكس اور 1010 111. طبعا اذا اتفقنا اذا اختلفت البيتس بتكون النتيجه الاكسور لهم واحد، واذا تشابهت البيتس فتكون نتيجه الاكسور لهم صفر. هلا كيف انك تجيب القيم اللي موجوده في هذا التيبل؟ صارت الامور سهله بالنسبه للاديتيف 110 اكسور 110 هتكون 000. ولاحظ انه هذه بالنسبه للاديتيف هي الايدنتيتي، فهنا ببين لك انه الايدنتيتي اللي بيكون المقابل لهم في هذا التيبل اللي بتقاطعوا، اذا القيم هذه بتكون هي الانفرس لبعض، فدائما القيم نفسها انفرس لبعض 0 0 0 هي انفرس ل 0 0 0 و 111 هي انفرس ل 111 and so on. فلاحظ ان انا لما اجي اقول لك شو الانفرس للاكس تربيع بالنسبه للاديتيف، طبعا بالنسبه للاديتيف شو الانفرس بالنسبه للاكس تربيع زائد اكس زائد 1 هي نفسها الاكس تربيع زائد اكس زائد 1. اوكي اذا هذا بالنسبه للمالتيبليك الاديتيف تيبل لجلوريوس فيلد 2 تو ذا باور 3. يعني هون 2 تو ذا باور 3 قصده، هاي تبقى تعدلوها هي 2 to the power 3 مرة هنا. هاي الفونت يبدو لي انها مش يعني مش راح اقدر اوصلها بسهوله. المهم هاي 2 تو ذا باور 3 2 تو ذا باور 3 حتى بيكفيكم يعرفوا كيف اجيب السبسكريبت. هاي الفونت هي اوكي اذا سبسكريبت اذا هاي اذا تعديل بس بسيط انه هاي تكتب عندك هي 2 تو ذا باور 3. طيب اللي المالتيبليكاتيف، المالتيبليكاتيف هتكون اسهل او سهله يعني بكل الاحوال. انت بدك تضرب تو بونوميالز وتقسمها على الريديوسبل بونوميال، اذا بتتذكروا ايش كان الريديوسبل اكس تكعيب زائد اكس زائد واحد. طبعا هذا احنا لانه احنا اعطيناك هذا الريديوسبل بونوميال بدك تتعامل لا عفوا هي الريديوسبل بونوميال اللي هي اكس تكعيب زائد اكس تربيع زائد 1. لاحظ بالنسبه للتيب الديجري 3 في 2 ريديوسبل بينوميال هذه عند هذه، بس هو استخدم هذه. طبعا لما تيجي اذا انت طلب منك تستخدم هذه هتتغير المعادله، هتتغير النتائج، هتتغير بالعمليه الضرب التيبلز اللي بدنا نشوفها هسه اخر شوي. النتيجه اخذت على اساس انه بتعامل مع هذا الريديوسبل بينوميال مش مع هذا الريديوسبل بينوميال، فاذا طلب منك تحسبها على هذا الريديوسبل بينوميال فاعرف انه مش نفس التيبل اللي يطلع. على كل اذا هو اكس تكعيب زائد اكس تربيع زائد 1. خلينا نروح نكتبه هناك عشان ايش هاي الضرب مع هذا الريديوسبل بينوميال اللي هو اكس تكعيب زائد اكس تربيع زائد 1. اذا لما خليني اخذ بس قيمتين اضربهم ببعض، مثلا هذه 1011 هاي 110 فهو كانه بضرب اكس بلس 1 اللي هي هذه
مضروبة في x تربيع زائد ان x. طيب هلا x في x بيطلع الجواب x تكعيب. طيب الآن x زائدا x تربيع زائدا x، طبعا واحد في x تربيع بيطلع x تربيع زائدا واحد في x يساوي x. هذه بتروح مع هذه فبصفي لي ايش؟ x تكعيب زائدا x. وبما انه بتعامل مع جلوريس فيلد 2 to the power 3، فهاي شو بتساوي بالباينري؟ 1 0 x تربيع 0 1 0، وهذه 4 بيتس، وهذا الشيء لا يستقيم هنا، احنا بدنا 3 بيتس، فلذلك احنا ناخذ هاي الاكس تربيع زائد الاكس بنقسمها على الريديوسر بينوميال اللي هي هذه، ونقول اكس تربيع اكس تكعيب زائد اكس على اكس تكعيب زائد اكس تربيع زائد 1، اكس تكعيب على اكس تكعيب بعطيني 1، 1 في اكس تكعيب بعطيني اكس تكعيب زائد اكس تربيع زائد 1، اكس تكعيب بتروح مع اكس تكعيب، بيضل لي اكس تربيع الجواب الريمايندر اكس تربيع زائد اكس زائد 1، واللي هي بتساوي 1 1 1. هلا شوف عملية الضرب، هذه هيعطيني الجواب 1 1 1. إذا هذه أنا ورجيتكم كيف ضربت بس 2 elements، وأنت باقي عليك، يعني أنت يعني أنت كيف طلعت بقية ال elements فواضحة. هلا الدوائر هذول المربعات المظللة هي تمثل ال identity بالنسبة لعملية الضرب اللي هي 1 0 0 1. فهنا بتقدر تعرف انه هذه شو الانفرس تبعها؟ اكس بلس 1 شو الانفرس تبعها؟ اللي هي اكس تربيع. طيب الـ مثلا الاكس الاكس بلس 1 شو الانفرس تبعها؟ هي نفسها اكس تربيع زائدا اكس زائد 1. يعني من التيبل هذا راح تقدر تطلع نتائج عمليه الضرب وباستخدام بروديوسر بالنوميال اللي احنا بنحدد لك اياه، وايضا بتقدر تطلع ال حاصل ضرب اي قيمتين، طبعا حكينا عنها هسه قبل شوي، وكذلك بتقدر تطلع ال المالتيبليكيتيف انفرس لاي قيمه موجوده. هلا مثلا اسالكم شو المالتيبليكيتيف انفرس ل 110؟ يلا اكتبوا لي شو المالتيبليكيتيف انفرس لل 110؟ هاي بدها محل، هاي شو المالتيبليكيتيف انفرس لل 110؟ على الشات اكتبوا لي شو الجواب. انا يعني هستخدمهم هذول للعلامات، اللي بتابع معاي واللي بيجاوب سواء كانت اجابته خطا ولا مش صح، يعني هو متابع، فكلياتكم اكتبوا لي شو المالتيبليكيتيف انفرس لل 110. هاي اكتم جواب اجابه صحيحه هي 010، الكل يكتب 010. طبعا كيف جابها على اساس اللي يعني هاي برجع بحكي مره ثانيه، جابها بالطريقه هاي، اجي اطلع هنا على الايدنتيتي، قال هذه ضرب هذه بيعطيني اللي هي 1، اذا معناته المالتيبليكيتيف انفرس لل 110 هي 010 واللي هي بتمثل اكس. طب اشوفكم صاحيين ولا لا، متابعين معي ولا لا؟ شو المالتيبليكيتيف انفرس لل 111؟ يلا كل واحد يكتب شو المالتيبليكيتيف انفرس لل 111. هاي التيبل كلياتنا نكتب شو المالتيبليكيتيف انفرس لل 111.
اللي بشوفها إجابات صحيحة. أوكي، هي 101 صحيح. إذا كيف عرفتنا؟ جبنا شوف تقاطعهم مع بعض اللي بحيث يعطيني النتيجة 001 واللي هي الايدنتيتي. فإذا الملتيبليكيتيف انفرس ل ال 111 هي 101. طبعا اللي جاوبوني أنا هذول بعتبرهم متابعين معي الآن، واللي ما جاوب معناته مسجل اسمه بس حاطط حضور ومش موجود معنا. طيب سؤال، يعني هذه بورجيك بالضبط طريقة أخرى لعملية التعامل مع glorious field polynomials. طبعا البولينوميالز بتعوضها، بتعوض قيمة الإكس بي قيم تتراوح من 0 إلى 7، لأنه هنا في عندي 7 فيلدز. والله سمع. الآن شوف، هذه يمكن تكون مش يعني زي ما تحكي مشرحها، وإن شاء الله إنك بتوصل المعلومة لإلك. هي الهدف منها اختصار في استخراج النتائج أو اختصار في الرن. أنا ما بدي أعمل رن طويل، يعني مثلا اجيب جي اس ان، هاي الان هنا هي تمثل 2 تو ذا باور ان ماينس ان 2. يعني اذا كنت بتتعامل مع ان 4 بت، ف 2 تو ذا باور 4 اللي هي 16 ناقص 2 14. فهنا الجي اس ان اخر قيمه لها بتكون اس 14، فاس 14 ممكن يكون قيمه كبيره. ليش انا اقعد احسبها بالاله الحاسبه؟ ما في طرق اسهل. فهو بدي اورجيك انه باستخدام الجنريتور، بس فقط الجنريتور. شو الجنريتور؟ عاد خليني ارجعكم لورا اذكركم شو الجنريتور. هيا لما جينا اخذنا هذا التيبل وحكينا بدي اتعامل مع الموديل 13، معي موديل 13، ف ايهما يصلح جنريتور؟ اللي بيكون الرنز لإلها مساوي للبي، للجروب تبع البي. فالجروب تبع البي هي قيم من صفر، او بالنسبه للضرب هي قيم من 1 إلى 12. فاللي الجنريتور اللي بيعطيني كل هاي القيم، يعني مثلا الاثنين، لاحظ لما تيجي تقول 2 اس 1 2 اس 2 اس 2 اس 3 مده 13، هتجد كل القيم موجوده، القيم من 1 ل 13، من 1 ل 12، 1 2 3 4 5 6 7، وين 7؟ 7 8 9 10 11 12 طيب خلص. اذا هاي من 1 ل 12 موجودات كلياتهم اذا استخدمت الجنريتور، اذا استخدمت الرقم 2. فاذا الاي 2 هي جنريتور. اذا when a is equal to 2 or 6، هتجد انه 6 نفس الشيء، or 7 هتجد انه كل القيم موجوده، or 11 بهاي الحاله بنسميها جنريتور. اذا لما تعاملت مع زد اوف 13، فالجنريتورز هنا راح يكون 2 و6 و7 و11. طيب نرجع نربط مع المساله اللي قاعد بيحكي فيها، بس خليني اذكركم كمان شغله لانه راح احتاجها الان. انه جيت حكيت اي اس 12 بغض النظر عن قيمه اي هي تساوي 1، اذا بتتذكروا. فال 12 هاي تمثل البي ماينس 1، ال 13 هنا، هاي 13 خليني احطها، 13 هاي السبسكريبت. اذا بتتذكروا زد 13، خليني احطها هنا، زد 13 هي
13 برايم نمبر، فالزد 13 سب سكريبت، فالزد 13 الآن عندما تكون البي ماينس 1 بدك تستخدمه كأس واللي هي 12، فبيكون كل قيم ال اي اس 12 تساوي 1، وهذا راح احتاجه اخرى شوي. طبعا هاي سميناها فيرمي ثيرم، انه اي اس بي ماينس 1 مد البي هي تساوي 1 دائما. فهذا الفيرمي ثيرم يوضح لي هذا الشيء. طبعا ثم استخدمنا اللي هي الفاي، هذا في حالة أن يكون ما تعامل، أنا ما بتعامل مع بي. وأجي حكيت طب A أس 29، هاي بس أذكركم إشي أخذناه بالسابق، قديش حسابها مدة 13؟ فقال لك أول شيء أنا بقدر أحط الأسس فقط من صفر، من و... من طبعا صفر اللي أي شيء الصفر بيبقى إيش؟ واحد، صفر واحد إلى بي ماينس 1، الى بي ماينس 1. ليش؟ لانه لحديت بي ماينس 1 بتكون قيمتها 1، واللي القيم اللي قبله هو مثلا اي اس 1 اي اس 0 اللي يساوي 1، اي اس 1 تساوي اي، اي اس 2 ما نعرفش قيمتها حسب اي، طبعا اي اس 3 حسب قيمه اي، لحديت ما نوصل للاي اس بي ماينس 1 حسب ما هو شايفينها بالتيبل اللي موجود هنا، A أس ماينس B ماينس 1 راح تساوي 1. فآخر قيمة لل A عندما تصل لل B ماينس 1، بعد هيك بتلف الدورة، بيصير في سايكل. يعني الآن A أس B شو بتساوي؟ مين يجاوبني؟ بدون بغض النظر عن ال A أس B شو بتساوي؟ هي تساوي A ضرب A أس B ماينس 1. طبعا الكل مد 13، مد البي. فبهاي الحالة A أس بي ماينس 1 هتساوي 1، وكأنك بتحكي A ضرب 1 مد البي. فال A أس بي هي A، فبتلف الدورة، وكأنك بتحكي A أس 1. فلما تيجي تحكي A أس 29، فشيل منهم 12، كم 12 موجود في 29؟ 9 12 و24 2 12، يعني 4 بدك تقول 29 ناقصا 24، فشو بصير؟ اي اس 5 مدة 13. هاي بنسميها باور ريدكشن، هاي بنسميها باور ريدكشن. يا شباب اللي عمل ميوت اللي بده يشبك. طيب محمود خطايبة، طيب الآن إذا هذا الباور ريدكشن، وهذا راح أحتاجه أخرى شوي. طبعا إحنا شو موضوعنا الآن؟ كان بيحكي عن الجنريتور، كيف أتعامل معه إذا كنت بتعامل معه فقط مع الجنريتور، لأن الجنريتور بيعطيني كل الرنز. يعني هلا انت اعيد لك المساله مره ثانيه، لما اجي احكي انا بدي اتعامل مع glorious field 2 to the power n على سبيل المثال، فانه انا بقدر استخدم الجنريتور، بس فقط الجنريتور علشان يعطيني كل الرنز. لما كنت اتعامل مع 13 على سبيل المثال، فكنت استخدمت الاثنين، اقول 2 اس 1 هتساوي طبعا من صفر، 2 اس 0 هي 1، و2 اس 1 هي 2، 2 اس 2 هي 4 طبعا مدة 13، 2 اس 3 مدة 13 8، 2 اس 4 مدة 13 اللي هي 16 مدة 13 بيطلع ايش؟ 3. فهتجد انه بقدر اخذ القيم حتى n ماينس 2 اللي هي 2 اس 12. هلا هنا لما اتعامل مع glorious field 2 to the power n، فانا القيم راح تكون من عند اختياري للجنريتور
اختيار الجنريتور بشكل سليم، طبعا الجنريتور اللي بيعطيني كل الراس، هتجد انه القيم الجروب يحتوي على قيم صفر واحد، طبعا جي اللي تمثل اللي هي نفس الجي اللي هي عفوا هي المفروض تكون واحد، هنا خطأ يعني حاطينها صفر واحد، ثم جي اللي هي اثنين بتكون جي اس واحد، جي اس اثنين، جي اس ثلاثة، جي اس اربعة، لحديد جي اس 15، حديد جي اس 15، والجي اس 15 هي تساوي واحد. نرجع مرة ثانية لنفس الدورة، فبقول لك ليش احط الجي اس 15؟ بتخليها جي اس 14، واضح؟ يعني لاحظ هنا القيم صفر واحد، هاي الواحد اللي هي نفسها جي اس 2 تو اللي هي 2 تو ذا باور ان ناقص واحد، فكنت بتعامل مع 16 فبصير جي اس 15. طبعا مود اذا بتتذكروا مود 2 تو ذا باور ان، هاي اللي بيحكي لك اياه هنا. اذا بقدر انا احدد الجروب ايش القيم الرن اللي فيه واللي راح تتراوح اذا استخدمت الجنريتور من، طبعا بالنسبه للضرب انا ما بديش اياه، طبعا هنا بيحكي في حاله الجمع، بالنسبه للضرب انا ما بدي الصفر، فبكون ايش الجي تو جي اس واحد جي اس، طبعا جي اس صفر، جي اس واحد، جي اس اثنين، جي اس ثلاثة، جي اس اربعة، لحديت جي اس ان واللي هي تمثل قيمة 2 تو ذا باور ان ناقص ان اثنين. خلف الحاكم في سؤال؟ صح 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 محمود طيب الآن هو شوف بيجي بيحكي لك باستخدام الجنريتور. احنا انتهت المحاضرة، بنكمل الحصة القادمة هذه الجزء. في أي سؤال؟ في أي سؤال من الموجودين؟ لا يعطيك العافية دكتور. حياك الله، الله يعافيك، حياك الله. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم. عافية دكتور. الله يعافيك، حياك الله.